فوق تعال يلا وجهك في الجدار يلا اللي بعده تعال اللي بعده يجي يمشوا اشوف مبارك حبيبي ما شاء الله سبحان الله سالم معدي كان يقول مستشفى شهر صح حنا الان في شهر يلا انا اكتشفت فيني مال وش هي اسمح لي اصرح انا عندك انا تفضل وش المال يا شباب دقيقه عيال عيال دقيقه عيال ابوريكم حاجه ريال لو سمحت جي سباب كارك تبارك خوينا اكتشف اليوم عنده موهبه ما ندري وش هي وش الموهبه بصرح انا فقره عبد الله ليش شرف تمام اكتشفت اني رسام ورسمت لي شخص هنا ابغاكم تعلموني من هو حلو مايكك طافي يا حبيبي عدها عد كلامك كله الحين شغال طافي مره؟ لا شغال الو ايه تفضل 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 اكتشفت لي موهبه يا عيال وبصرح عنها في فقره عبد الله حلو موهبه رسم حلو رسمت لي شخص هنا علموني من هو الله الله لا يوفق الصالح بلا يوم تقول هو صراحه ما ارضى عليه انا احب الانسان ذا حتى انا عالم رسمت انا الله يعينك على الخصم شفت بس اسمع بس حمار مو هو اسمع مو هو ايه في شبه شباب حطوا لي زوم هنا حطوا زوم يا ناس لا حطوا زوم عرفت الشخص ذا الكاميرا وين الكاميرا يا تمام هيك الكاميرا عرفت الشخص ايوه بالله ايش رايكم اتحدى واحد يرسم كذا ها ابو عيسى يسلم عليك ويقول عليك خصم 13000 خلاص ابو عيسى إيه؟ تعلقها في المكتب دقيقه يا اخي يا اخي ابو السماجه اظهر هناك اظهر هناك يلا اظهر هناك قبل